شعرك بيهيش؟ الكيرلز مش زي زمان؟ عاوزة تعرفي تعملي ايه علشان يرجع كيرلي تاني؟ لا سشوار ولا بيبي ليس. استعملي شامبو خالي من الصوديوم سلفيت، الزيوت الطبيعية للشعر مرتين في الأسبوع، حمام كريم مرة كل شهر. عند الغسيل استعملي تيشيرت قط بدل الفوطة، ونامي على قماش حرير. هتشوفي النتيجة، بس لازم تواظبي أكتر من 3 شهور.